الوفاة تاع النبا. والله نتأسف هذا حادث وقع برا، وعلى كل حال الأمن قام بالواجب تاعو وحسب وسائل الإعلام وحسب المعطيات الأولية اللي عندنا، اللي قاموا بالعملية ألقي عليهم القبض، وإن شاء الله العدالة تجري. طبعا احنا من اول لحظه كان على بالنا وقمنا بالاجراءات في مثل هذه المناسبه. بالنسبه للاجراءات الامنيه داخل، اسالي الان، لا هذه وقعت برا في المدينه.